استاذ سلطان من المغرب، احكي عن مرسي، تفتكر ايه؟ السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا استاذ احمد ساقولها بخلاصه واقولها للشعب المصري الشقيق، انتم ضيعتم 20 سنه تقريبا واكثر من الحضاره ومن التقدم عندما فرجتم في هذا الرئيس الحقيقي. فاقولها لك يا استاذ احمد العام، هذا كان سيكون اردوغان الثاني بالنسبه للعالم العربي، لكن خساره. قولها للسيساويين ولجميع المجتمع المصري، اصبحتم في اخر ايامكم تتحكم فيكم الخليج والسعوديه خصوصا الامارات، فلعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم في هذه اليوم الكبير. شكرا. اشكرك استاذ سلطان.